العراق على صفيح ساخن، ليست حرارة صيف تموز اللاهب وحدها تشعل غضب العراقيين، بل الفساد الحكومي المتجذر وهو يؤتي ثماره في هذه الأيام وتظهر نتائجه جلية للعلن. تتجاوز الحرارة عتبة 50 مئوية، وفي هذه الحالات تتعسر حياة الكائنات الحية ككل، فكيف بالبشر؟ وهنا في العراق يفتقد الناس لأبسط مقومات الحياة وهي الكهرباء، ومؤخرا باتوا يفتقدون حتى مياه الشرب. حكومة الكاظمي تقتنص الفرص في كل حين لتلقي عن كاهلها التهم وتحمل مسؤولية انهيار واقع الكهرباء للحكومات السابقة. لم تكفي الوعود فقط، فضحت بأحد وزرائها لتهدئة غضب الشارع. وزير الكهرباء ماجد حنتوش قدم استقالته في خطوة صنفها مراقبون على أنها مناورة حكومية تخضع لإرادة سياسية لا وطنية، كما أنها لن تقدم أو تؤخر في حل أزمة الكهرباء المتفاقمة منذ 18 عاما، بل تؤكد إخفاق الحكومات المتعاقبة رغم إنفاق أموال طائلة على مشاريع يكتنفها الفساد وهدر المال العام. موضوع الكهرباء أصبح موضوع ممل لدى الشارع العراقي ولدى المواطن العراقي، يعني ما معقول إحنا بالقرن 21 ونحكي كهرباء، يعني 18 سنة صار لهم ما قدروا، أي وزير أي حزب قدر أنه يسوي ويوفر كهرباء؟ اي دوله هسه تسمع انه العراق ما بي كهرباء، وكل هاي الميزانيات الطائله اللي تبني دول على الكهرباء ما قدروا يصنعون لنا كهرباء، يعني فما اعتقد الاستقاله راح تقدم وتاخر بملف الكهرباء. احنا ما يهمنا انه استقاله او غيره، نريد حلول ناجعه، نريد حلول للمواطن العراقي انه يتخلص من مساله عدم وجود الكهرباء. هذا الحر اللي موجود بالعراق اصلا ما موجود بغير دوله، اليوم درجه الحراره 50 درجه، يعني درجه الحراره جدا متعبه للمواطن العراقي. فاعتقد انه وزير الكهرباء او الوزير اللي راح يجي يعني ما راح يسوي شيء، لان احنا تعودنا انه دائما يتغيرون وزراء لكن الكهرباء ما موجوده. حكومه الكاظمي تسير على خطوات سابقاتها، لا سيما انها جاءت بذات الطريقه والشكل، لا راي فوق راي الاحزاب التي تخضع مؤسسات البلاد ككل لمزايدات سياسيه. هذا الموقف جديد رداء الطاقه الكهربائيه، وبصراحه بغض النظر عن معرفه السبب الحقيقي وراء الاستقاله، احنا العراقيين صرنا ان الامور نراها بعين اخرى، سواء استقال بسبب رداء الطاقه. يعني بتاريخ العراق الحديث لم تحدث استقالات لاسباب وطنيه حقيقيه، امور سياسيه، الموضوع اراده سياسيه اكبر مما نحن نراه، الموضوع اراده سياسيه. والدليل لماذا شركه سيمنز استبعدت؟ بحث بسيط في أزمة الكهرباء لابد أن يحيل القارئ إلى إيران التي استثمرت الأزمة وجعلتها مصدرا للأموال في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، إذ تقول مصادر في وزارة الكهرباء إن التجهيز الإيراني لم يكن ضروريا، بل كان على شكل خدمة تقدمها الحكومة لدعم الاقتصاد الإيراني. في الفترة الأخيرة تحول الخط الإيراني إلى نقمة، كون الأموال التي يوفرها لطهران كانت مهددة في حال تحسن قطاع الكهرباء العراقي، وربما يكون هذا سببا لعدم تحسن الكهرباء وتفاقم أزمتها.